السلام عليكم اصدقائي، الف مبروك لنا لك 3 مليون مشترك على اليوتيوب. كنا نحلم بهذا الشيء، ما كنا نتوقع في يوم نوصل لهذا الشيء، وان شاء الله احلامنا اكبر من هذا وبعدنا ما بدينا اصلا. وشكرا للاشخاص اللي باركوا لي، وباقي 7000 5000 مشترك والقناه الثانيه توصل مليون. وقبل ما ابدي هذا الفلوج حاب اقول لكم انه اذا وصلنا قناه الجيمنج مالتنا اللي هي القناه الثالثه نص مليون، انا عندي مفاجاه كلش حلوه لكم. وايضا اللي يحب يشتري سياره من سياراتي عايش بامريكا يتواصل على الايميل، اللي يريد اعلان واعلاناتي كلها مموله غير مجانيه ايضا ترى على الايميل. اي شيء مهم جدا على الايميل، المكان الوحيد اللي ارد على الرسائل به هو الايميل، لانه فقط الرسائل المهمه. اما انستغرام ماسنجر باليوم اقل شيء 100 رساله انا ما اقدر ارد عليها ابد، ما اقدر اقرا الماسنجر مال فيسبوك حتى ما اصحى من 3 سنين. ان شاء الله يا رب اكون ما مقصر وياكم، انا لي 4 سنين او 5 مستمر وياكم وللافضل دائما. وايضا اللي يتابعني من امريكا وعنده بيت للايجار هنا بامريكا بتكساس دالاس خاصه، او يعرف احد ياجر انا مستعد اجر. وقريبا راح نبدي بزنس التصوير، انا راح ابدي شخصيا انه اصور يعني هنا حفلات اعراس سوالف اللي يحب، وعنده عرس او واحد راح يتزوج هنا بدلوس انا جاهز اصور. وهاي اشياء او ستيبس كلش بسيطه راح ابدي بيها ان شاء الله، وعندي مفاجات اسطوريه ناريه انتظروها بالفلوجات الجاي. اما الان اتمنى لكم مشاهده ام الممتعه. ورجعت اشوف ميزو قاعد يتغدى ويا امي وابويا. ميزو مثل الصقر او النسر، شاف هذا الطير الصغيرون هنا طار عليه ويريد يهجم عليه. شوفوا شوف يريد يهجم عليه شلون يباوع، كنا صقر نسر سبحان الله. فعينه هيك يسوي زوم قاعد يشوف شنو هذا يتحرك طلع صوت. تقول التوبه لو ارجع لك ميزو ادخل لك يا لي جوا الميزو. يا هي انثى الخضراء الميزو على الاكثر ذكر يعني، والله اعلم طبعا ما نعرف. كل شويه يرجع يهجم عليه، نزله ويرجع. قبل شويه راد يوقع الساعه وهسه من التف هذا القلاص تنتف لك. انت شنو مصيبه؟ انت مصيبه لك، شو اسوي بك؟ اذبحك اذبحك. شوفوا شو مسوي، مقطع تقطع. اي خلاص اتركني. اي شو بده يلعب؟ شوفوا هو يعني عاجبه هيك شيء يظل يعني. والله غريب عجيب. مال عمك لا يهمك قطع. شوف الفلين صاير عليه لازق عليه. انا قاعد امنتج وميزو قاعد يخربط، قاعد يحاول يكرز هذه اللي ما تتكرز. لك حتى البسكتايه ما خلصت منك ميزو، المشكله ما ياكله يظل يكسر بيه بس. كل مره لازم يدوس عليه هيك يفرح يعني، يدوس على الصحن يخربه. لك انت شنو؟ ميزو تعال. ميزو هاي شنو هاي؟ شنو يريدون يطبخوك؟ حطك بالاوفن يريدون يسووك دجاجه مشويه؟ تعال تعال لك. تعال خان زحلقيت خوش من طبخت خطيه شويه اكو زيت صار بطعم الزيت احسه ببغاء بطعم الزيت صار. ميزو انت معاقب خلص، هاي حطيناه بالقراج لان يضوجنا كلش. It's just for mac chicken spicy. اسكت ميزو. And the large fries. لك اسكت ضحكي. لك اسكت. And that would be all. Yeah. Alright, thank you. هذا العده جهال بالسياره دمرني طول الطريق باذني كان هنا يعيط. لك اسكت اذني زرفتها من هنا طبعا ما يبين بالكاميرا بس صوته كلش عالي. جوعان كلش ما موكله، ما جبت الاكل وياي ببيت حماتي، فبس ارجع ودا اطلب بس من ماكدونالدز بعدين اوكلك. والله اوكلك والله بس اصبر. عوف راس زوجتي واقف فوق راسها كل شويه ترد تطير علي. يلا تعال يلا تعال امرنا لله. تعال تعال امرنا لله راح اغمض. يلا تعال دمرني. ايش سمع؟ يا لك اتركني. ميزو شو تريد تطلب؟ ها؟ ماك تشيكن؟ اي وبعد شنو؟ بعد شو تريد؟ سبايسي تريده ها؟ تريد اكسترا مايونيز؟ شو تحب احط لك زين؟ خس تريد خس؟ لو ار يو وذ مي؟ دو يو هير مي؟ اوكي ومن تعال تعال حجي حجي ميزو راح يطلب. لازم تخرس اوكي؟ تعلم الادب. انت نوت اكات اوكي؟ خايف تريد تطير؟ ده يقول لها جوعان رمضنا لك ماك تشيكن. خلاص ماك تشيكن هسه تجيك. اورايت ثانك يو. نسيت تستخدم الاوفر هسه الدولارين ضاعوا علي بسببك ميزو تدري؟ والله العظيم نسيتني اعطيهم الاوفر اللي عندي اياه بالماكدونالد اب. لك اذبحك هاك بعد ما اريدك روح. طبعا كامشه من رجلي مستحيل يعني اعوف. لك انت غولي علي. ميزو حبيبي حبيبي انت هسه بس نرجع. والله واكلك والله خلص اعرف جوعان والله ادري بك ميت جوع اعرف لما يموت جوع يخبلني ويصير عاقل ويطير علي وما يتركني. خلص اني منبع الاكل مالته فهاي ويظل يعيط.
One minute. اهدأ 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 صير عاقل صير عاقل. One minute. Just give me one minute. He's scared. Thank you. صار يخاف ميزو. شنو هاي؟ لك خجلتنا قدام العالم واني حاكينه من تحباب. تعال. دي يحاول يجي علي يدي السحلق وقع. تعال. تعال. وقع بالقاع مال سيارة. ها ميزو. عجبك ده السوق؟ حلو؟ حلو ده السوق ميزو؟ نايس؟ لك ادري جوعان بس ما يخالف ممكن توخر من طريقي ده اسوق حجي حتى اشوف العالم؟ ميزو؟ حبيبي ميزو ممكن توخر من طريقي حتى دا اشوف السيارة اللي قدامي؟ حجي شلون راح اشوف هسه؟ قاعد انت جوعان لك ابو اللي بنسك مشنا شرطي، تعرف ذاك مشنا شرطي شو يسوي بيك؟ الله يستر والله ماكو شرطي الحمد لله. عجبك؟ سوق؟ ميزو طبعا الحجي ميزو نايم. نايم قاعد يطلع يسوي. نايم بالمقلوبي شوي شوي تعلم ميزو ينام بالمقلوبي. شوفوا غفا. صدقون انه هو هيك يعني عاجبه اول مره يمكن بحياتي ميزو عاجبه انه هيك نايم عادي يعني. شوفوا خلاص خدر انتهى. شوفوا حتى رجليه وقفت. شوفوا نايم. سبحانك ربي. سبحان الله صارت هاي الشغله تعجبه. تتذكرون لما كان كلش ما تعجبه؟ شوي شوي الانسان الببغاء عذرا يتعود. بس خلاص حتى يعني قام ينام على هاي الوضع عادي يعني صارت بالنسبة لعادي لأنه يعني كل يوم ماني قالبة على ظهره مدمر مو؟ خلينا نشوف هسه لما راح تركه راح يظل هيجي. والله ظل هيجي هسه كأنه ما اتذكر انه هو بالمقلوب. قام يكمش رجليه كمش رجليه. تعال تعال هو يريد يقوم خلاص. ستذكر انه هو كان بالمقلوب. والله عاجبني الا اشغلها بس ماكو ما تشتغل. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اخبار سيئه اصدقائي انه السياره ما تمشي طلعت مو ران درايف مثل ما اني كنت متخيل. حطيتها عدي حطيتها على الار شلنا مال باركينج سدينا الباب كل شيء وما تروح ما تمشي لقدام ولا تمشي لورا. الظاهر اكو سنسر اكو فتشي بيها مكسور. شوفوا هاي السياره فول كلاسيك يعني شقد قديمة. عندكم هاي الكيا سول كلش عملية ورخيصة وزينة والناس تحبها بأمريكا. كنت فرحان عبالي السيارة رن اند درايف بس طلع بيها فد مشكلة بالجير يعني واير من الوايرات أو حساس مقطوع 90% فلازم يتصلح يلا تصير تمشي. أمرنا الله إن شاء الله سهلة كلها سهلة وتصليحها إن شاء الله بسيط. على هالحر والله هاي الصورة شاهدتني شوف الثلج ووو بارد يا الله. هسا هاي القطعة مال إنفينيتي جابوا لي أحسن منها بس أرجع الدلع لازم ارجعها مثلا وهناك لقوا لي قطعه مال الكورفت لازم اجيبها. سياقه ساعه وهسه سياقه ساعه ومن مكان لمكان كله بالسياره حياتي واتصالات كلها تليفونات وحسابات ما محسوبه مثلا اللي وياي مكسوره اثنيناتهم مال انفينيتي كيو 60 الويل الواحد الاصلي من الشركه $1,300 بس المفروض اكو اربعه مو اصليات سعرهم بال 1200 $1,300 راح اشتريهم يجوز. الشغله تدوخ وتاذي او ماي جاد بس الله يعينك يا روح. هاي الظاهر جنازه وات ايه هاي الجنازات بامريكا مثل ما شايفين اخوان عمر زكي شوف شو يسوون مطارين وكلهم يجنزوا تجنز بالسيارات عد حفله عبالك حفله بس هي جنازه سبحان الله هاي بامريكا هيك. السيره كلش طويل ومطار والسيارات كلها واقفه ما ادري شنو القصه حتى هاي شرطي وما ادري والله العظيم شيء غريب جنازه منو هاي وشنو القصه. والله نعلى على البزون قاعد تغرمون بين مسكين نعلى على البزون قمت انقر عليهم ماني واضج منهم لما اشوفهم موقفين واحد واني وبالطريق وماكو مكان احد يقعد يمي. عز الدين قال لي تعال عمي انا ما عندي شيء اريد اجياك. قلت له حياك الله عمي تعال اقعدك لي ورا هنا والله راح اخذه وياي. لك عاش الكشخه ابو اللبن شوفوا النظارات. هاي شنو داعميك؟ اول ما وصلت اوستن ازدحامات جاء واحد عبابيه من ورا قال لي سموك عيانا سموك قول وياي بعدين راحت طيبه قلبها راحت. هاي الكورفت حلوه القديمه طبعا هاي رجعناها من قطعه وجبنا هاي مال الكورفت همينه فان اسمبلي راديتر هاي همينه بصعوبه لقيتها ب 300 وطانا اثنين سودا همينه مجانا من عنده حباب دائما راح اجي عندهم دول. شوف هذا ابو الكار اللي ما عنده رقم مو بس الرقم مالته مختفي ما يبين الا اذا اقتربت يعني ايش قد ملعب هذا؟ لا مستحيل ممنوعه هاي اي لازم هيك نجيب لنا رقم لكان ياك ممنوعه اذا سجلوها مستحيل ممنوعه والله؟
ماكو ما مبينه، بس اذا اكو مش الشرطي يقول له عادي مبين الرقم. انت ماذا تقرا؟ مظلل بشكل مظلل جد جده. هذا يدخل طرق، يدخل هاي مرتاح. لا لازم نجيبه. خلط ابوك عليه، قول له حجي انا اريد نفس الرقم هذا. اليوم طالع من الصبح عايف ميزو بالبيت جوعان، فهم حاب اشوف رده فعل ميزو وش راح يسوي. ميزو 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 تعال حبيبي. اوه ماي جاد، رد توقع هالقد ما مشتاق لي وهالقد ما عندك طاقه. ميزو حبيبي جوعان جوعان حبيبي حبيب بابا جوعان. اوه اي اي زوجتي همينا فاتحت له كرتون مال اطفال، فدائما بدنا نهتم بيه كلش. شوفوا اللون الاحمر بدا يزيد بجناحاته، اللون الاصفر بدا يزيد، ذكاءه بدا يزيد، يحكي كلمات جدا غريبه اول مره بدنا نسمعها. بس نشغل المروحه ونحط ميزو عليها، يقوم يلغي ما يسكت ابد. هاكم سمعوا. قول بابا، قول بابا بابا بابا. اخ منك. فإلى هنا أصدقائي كانت نهاية هذا الفلوغ. لا تنسون اللي يعرف أحد دا يأجر بيت هنا بدلوصة أو شقة أو whatever بسعر مناسب حتى أنا أأجر من عنده، هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية اللي يعرف أحد راح يتزوج أو عرس أو شيء، أنا مستعد أصور أعراس هنا بدلص إن شاء الله قريبا. راح أسوي الإعلان الشخصي لي، راح أبدي أسوي البزنس كارد، راح أسوي هواية شغلات. هاي شغلة. الشغلة الثالثة إنه أنا بعد ما أبث على الفيسبوك راح نبدي نبث على منصة ثانية إن شاء الله. لكن قبل ما أبث على المنصة الثانية، واحدة من المتطلبات إنه نوصل قناة الجيمينج نص مليون حتى نبدي نبث. فلذلك اتمنى من عندكم هسه توقفون الفيديو وتشتركون بقناة الجيمينج على مود نبدي نبث ونرجع نلعب رومات وسوالف وياكم ونسولف وياكم على المنصة الجديدة. الشغلة الرابعة شنو هي؟ ما ادري ايش قلت في بداية الفيديو، انه شكرا للي قالوا لي مبروك او باركوا لي على 3 مليون. واحب اقول لكم انه 3 مليون ما كانت من احلامي، انا احلامي اكبر من هذه، واحلامي اشياء حتى ما تتعلق باليوتيوب، احلامي اكبر من اليوتيوب نفسه. وباذن الله باذن الله احنا قدها وبدود. لكن اليوتيوب هو هواية، شيء انا احبه كلش، شيء انا كنت احلم بيه من انا صغير، انه اعطي نصايح للعالم واطلع افيد الناس واشارك الناس تجاربي وافكاري ومغامراتي، واحفادي بالمستقبل يشوفون هاي الفيديوهات واسوي فيديوهات، واحب التصوير وهاي السوالف سبحان الله. فلذلك انا شيء احبه ونجحت بيه لان احبه، ولا انا لو ما احبه ما انجح مستحيل، لان انا انسان حتى يعني متدين، والمتدينين بهالزمن يعني ناس ما يحبهم قليلين يعني صعب. اما لو طالع لكم بنات ورقاصات واشياء حرام وشرب وبنات ومخدرات وسوالف كلش تعبانه وحياتي تعبانه، فاكيد الكل راح يتابعني وحيشجعني وراح ينشر قناتي. لكن انا مستمر بعون الله وباذن الله وللافضل، وبس اسعد نفسك بنفسك. هاي يعني كان هيك شيء سريع وخفيف وسريع وبس، يعني الايميل دائما فقط اللي ارد عليه الاشياء المهمه فقط، للافضل وبس. كان شيء مجمره من النار وستريت فورورد وبس للافضل وبس. مع السلامه.